خلونا بقى وقبل ما نبدأ فقراتنا وكالعادة نروح معاكم سريعا نتعرف على حالة الجو مع الأستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الفل على حضرتك وعلى كل مشاهديك وعلى كل المصريين يا رب إن شاء الله. أهلا بيك، وعايزين نطمن على أهم الملاحظات على الحالة الجوية النهاردة، ويمكن يعني الصبح وإحنا جايين كان في شبورة عالية جدا. طبعا احنا امبارح قايلين مع حضرتك وحذرنا منها، قلنا فجر الثلاثاء هتظهر الشبورة المائية على معظم الطرق بما فيهم القاهرة، لكن إن شاء الله على الساعة 9 من صباح اليوم تنقشع تماما هذه الشبورة وتعود الرؤية إلى الحد الذي يسمح بحركة السفر على كل الطرق. تمام. طيب أستاذ وحيد، عايزين يعني نطمن السادة المشاهدين، زي ما قلنا امبارح إن كان امبارح يمكن أول يوم في فصل الشتاء، يعني الجو الحمد لله إلى حد ما معتدل، بس هي زي ما مروة قالت إن الشبورة عالية جدا، لكن عايزين نطمن السادة المشاهدين على درجات الحرارة المتوقعة. هو الحمد لله يعني النهاردة لغاية يوم بكرة إن شاء الله الجو شتوي معتدل تماما خلال ساعات النهار، لكن بيبقى طبعا شديد البرودة أثناء الليل بيصل لحد الصقيع على بعض المحافظات. طبعا دي فرصة طيبة إن احنا نستمتع بالجو دوت، لأن فعلا الجو في مصر خلال هذا التوقيت من أفضل أجواء العالم. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فالقاهرة والوجه البحري وسواحلنا الشمالية حتى شمال الصعيد من 19 إلى 21 درجة. جنوب الصعيد عند الأقصر 20 إلى 22 درجة. جنوب سيناء عند شرم الشيخ الغردقة نويبع العين السخنة من 24 إلى 25 درجة مئوية. بنشكرك شكرا جزيلا أستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، وصباح حضرتك زي الورد وكل سنة وحضرتك طيب وبخير. طيب